السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أدون الشير يا جماعة، أدون الشير، أدون الشير. أول حاجة أبشركم عشان أي زول عنده حاجة في الجزيرة شايل هام ناس، أنا أبشركم الآن الطيران في كل مكان في الجزيرة، الآن الطيران في كل مكان في الجزيرة، الآن الطيران لافي في الجزيرة، لأنه في بلاغات كثيرة جات من الجزيرة عن تحركات. الآن 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 عندك ناس هناك في الجزيرة يقول لك الكلام ده، الطيران في الجزيرة ضرب مناطق كثيرة ولسه يعني تكون مطمئن. الوضع قلت لك ما زي الأول، الوضع غير. أنا داير أدي الناس حاجة، أديكم الشيء الحاصل عشان في ناس شوية بحبوا يكبروا المواضيع ويزيدوا الحاجة، والحاجة دي ما من المصلحة. يا جماعة شير، يا جماعة شير، شير يا جماعة، شير يا جماعة، شير 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 يا جماعة، شير يا شباب، شير شير. أول حاجة التكينة، الرسالة دي ليهنا في التكينة. وقبل ما أرسل الرسالة ليهنا في التكينة يا عمير عليك الله، بس أنشوره تحت التكينة دي براها. آي التكينة، طبعا احنا سمعنا الحاصل وشايفين هنا في التكينة سابتين سبات الجبال واصغين فيهم، ومن اول قبل ما الجزيرة تسقط انا كنت بتكلم وكنت بناشدهم انه نلموا الناس حوالينهم والناس كلها، لان عارف اهلنا في غرى الجزيرة وخاصة في غرى كده بنعرفها، بنعرفها تحت السلم ما بالك تحت الحرب بيكونوا كيف، عارفين انهم فرسان ورجال. الناس دي وقفت قاتلت صمدت صندضت صدت الهجوم بتاع الميليشيا على ايام متتالية على امواج، امواج كانت بتدخل وهم بيصدوا بينظفوا بيمشطوا وشغالين فل و14 فل و14 منهم شهداء ربنا اختارهم، ده يوم تامي وربنا اختار لهم انه يكونوا شهداء، سطروا ملاحم تاريخية. الناس ديل الجنجويد ديل عجزوا يدخلوا التكينة. حصل كالآتي، جابوا القوات حقهم، تواصلوا مع القوات حقهم. طبعا الجنجويد الآن عبارة عن حرامية وقطاع طريق ولصوص، بيشوفوا أكثر المناطق اللي فيها ودايرين ودارين يمشوا يشفشفوا ويسرقوا وينهبوا، ما أكثر ولا أقل، ما أكثر ولا أقل. فجابوا القوات حقهم، في يتواصل مع ناس الحلة، في جماعة سايقين تفاوض مشوا عشان يقعدوا معاه، طلع ثلاثة أسرة من الحلة وثلاثة أسرة من نزرك. أنا بديك تفاصيل التفاصيل عشان ما تمش تتابع لي الكلام الكذب اللي بيكتبوا فيه 40 تاتشير 40، ده كلام كله ما عنده قيمة. أنا بقول لك الحقيقة، شفت الكلام الحاصل جوا أنا بقوله لك، والحصل قبل ساعة بقوله لك عشان الناس ما تشتغل بالإشاعات وما تشتغل بالكلام الورقي الكثير. الناس ديل استلموا منهم الثلاثة أسرة والثلاثة هناك، وقام قال لهم أنا بكرة بجي كيكل، قال لهم أنا بجي الساعة 8 على أساس أني أنا أشوف التكينة جوا، قالوا فيها معسكر وجاينك وجوكوا الناس اللي يعرفون جوا. بديهي جدا يا كيكل أنت غشيتنا، يعني أنت خلاص فالح، الناس دي ما بتفكر، بتفكر أنت يعني أنت لو في معسكر جوا أنت داخل براك تشوف، ما حيجرموك بيخلوك ما بخلوك، لكن انت زول خاين، انت زول ما حميت عرضك وشرفك حتحمي اعراض الناس، انت زول ما حميت عرضك وما حميت اهلك اولاد كده اهلك لحمك ودمك،
كتلتهم حتيجي تحمي ناس التكينة، ناس التكينة محتاجين ليك، ناس التكينة حاميون ربهم الخلقون، قسما بالله لو ماتت التكينة كلها قسما بالله العظيم ده شرف وشهادة ورجال، لكن ما يسمحوا لهم لكلب زيك يدخل ينجس التكينة، ما يسمحوا لكلب ما عنده شرف ولا عنده أصل يخش جوا ينجس التكينة. تكينة واعية وناس واعيين، ما نحن اللي بنقول لهم، لكن رسالتي لكم يا ناس التكينة، الليلة ما جاكم كيكل، في المستشفى جاء واحد قريب كيكل وجاب بوكسي ومعاه 6 ولا 7 ودخلوا جوا ولاقوه الناس، والناس اللي لاقوهم ديل انا ما بخوي، لكن بقول لكم شوفوا اي زول بيقعد مع التمرد وبقول لكم يلا كنت اتفق ده عنده مصلحة، تعملوا حسابكم منه قبل تعملوا حسابكم من الجنجويدي، قسما بالله اي زول يجي يسوق لكم يقول لكم والله حاجة عادية وقال لنا ما في، لا امانة للزول الخاين. الكلام اللي قالوا لكم ده قالوا لأهلنا في الطالباب، والكلام اللي قالوا لكم ده قالوا لأهلنا في أربجي، والكلام اللي قالوا لكم ده قالوا لمئات الغرى، وامشي اسألوهم نفس الجمل دي، ان احنا نجيب لكم تاتشرين وتعملوا ارتكازاتكم بنفسكم، بعد شويه يجيكم يقول لكم حنبيع لكم سلاح، بعد شويه يقول لكم حتلبسوا اللبس حقنا، بعد دي الحقيقه، دي الحقيقه. الناس ديل اولاد حرام، لا عندهم شرف ولا عندهم عرض ولا عندهم حاجه عشان يتكلموا عنها. انتوا يا ناس التكينة عقولكم في راسكم بتعرفوا خلاصكم، الحاجة اللي ما جابوها منكم بالقوة ما تدالهم بالعملة، الحاجة اللي ما شالوها منكم بالرجالة ما تدوها لهم بالعملة. التكينة عصية برجالة بأولادة بشبابة، أصلوا ما تفرطوا، ما تدخلوا لكم كلب من الكلاب ديل هناك، ولا تخلوا كلب يقف لكم في الظلط تبلوا طوالي، والرهيفة تتقدى واخصم بالله كيك المراجل، اخصم بالله العظيم كيك المراجل، ولا بعرف الرجالة ولا المعاو رجال ولا وط أصل ولا وط شرف. عشان كده خليكم واعيين ما يتغدر بيكم ويتلعب بيكم. وانا عندي لكم نصيحة تانية، اي زول حزبي اي زول حزبي فتشوا تلفونه، بيمش مش قاعد في التفاوض ده شوفوا تلفونه، الوضع هنا ما في مجامله، دوت خالي ودوت عمي وده قريبي وده صاحبي، الخيانه اللي بتجي من واحد بتضر البلد كلها، بتهتك اعراضه وشرفها، عشان هنا ما في رحمه لاي زول، اللي بتلقوه في تلفونه تواصل مع الناس ديل شواله والبحر، قسما بالله العلي العظيم شواله والبحر، لانه ما في حاجه بتجيب لكم الناس ديل غير الخاين الوسخ المعاكم، غير الخاين الحزبي القذر المعاكم، غير الحزبي الغزر القاعد معاكم، قسما بالله العظيم ما في حاجه تجيب لكم الناس ديل، ده الممكن يوصف ليهم، ده الممكن بيتواصل معاهم، ده الممكن بيوروهم مكانكم وين، ارتكازاتكم وين، عندكم شبكه؟ اي حزب ما يجي يتواصل هناك في الشبكه. الشبكه دي تعملوها لشنو؟ للتطمين بس. يتواصلوا فيها الناس المعروفين وموثوق فيهم. ما تخلوا زور ريم حزبي يمشي يشيل التلفون ويتكلم. انا بقول لكم الحقيقه. بقول لكم والله الحقيقه يا هنا ناس التكينة، لانه الطعنه بتجيك من جوا اصعب من اللي بتجيك من برا. من برا انت راجل قدره، لكن اللي بتفلك جوا ده ده يا هو الوسخ الغزر، الوسخ الغزر اللي بيسوغ لك ويقول لك هاي ونعمل وزي ده كله كلام طلص، هو دار يستفيد، هو زول ضعيف، هو زول وسخ غزر، زول ما عنده شرف، دار يدخلهم فيك حبه حبه. عشان كده هن ناس التكينة قبل ما تردوا وقبل ما تتكلموا خدتوا قدامكم حاجه واحده، انه الناس ديل لا عندهم امان ولا عندهم عرض
ولا عندهم شرف. الناس اللي ما حمت أهلها وما حمت بيوتها مستحيل تجي تحميكم. نقطة سطر جديد أنشرها يا عميرة. انتهينا من موضوع التكينة. نمشي أمس الطيران بالليل اشتغل اتجاه بابا نوسى المجلد هناك. الليلة ثلاثة عربات مليانات دنيا زايلة في المستشفى بتاع المجلد ومانعين أي زول يصور، مانعين أي زول يصور بهناك. كل دنيا زايلة، عربات ثلاثة مليانات جغيم، مليانات بل، مليانات ملي. فتحوا المستشفى ودخلون ومانعين أي زول. الجنجويت هناك قاعدين بس في المستشفى. المستشفى بتاعت المجلد عبارة عن زبيرات بتاعت بني آدم. مستشفى المجلد الآن زبيرات بتاعت بني آدم، زبيرات بتاعت بني آدم. أمس بالليل الطيران شغال فيهم، الليل كله شغال فيهم، الطيران شغال فيهم الليل كله، المجلد المناطق طيران شغال. الآن الآن الجزيرة كلها طيران اشتغل اتجاه الحصحيصة في رجاب ورا الذاكرين بهناك، اشتغل بهنا الجزيرة شرق الجزيرة، شغال في كل مكان الطيران. الطيران ما واقف، الطيران ما زي زمان. كيك يجي يطلع من نمس ويجي الليلة التكينة ما بيجي. ليه؟ لأن أنا كلمتك تاني ما في زول بيغطي لي، تاني ما في زول بيدق لي بقول لي يا كيك امشي تتحرك الساعة كده، يقول لي الساعة كده، يقول لي خذ راحتك احنا الطيران بنطلعه الساعة كده. ما في الكلام ده تاني، ما في الكلام ده، ما في تاني. كيكل ما بيطلع مكان يمشي يعمل حفلة ويمشي يعمل تصوير ويقعد، ما في ما في. امس قال انا جاي وجاي، ما بيمش ما بيمش ما بيمش، لانه عارف بنجغم بنجغم، ما زي زمانك، ما زي اول. الوضع الان اختلف، غير القصة، غير الشغل، غير الانتفاضة بتاعت اهلنا. بدت نشوف الغورة كلها، الفزعة، الناس تفزع تطلع. اصله ما في، اشوف يومك مكتوب بتموت، الغورة كلها تتوحد. اليوم الكاتب لك ربنا سبحانه وتعالى بتموت، كان قعدت في بيتك ولا كان طلعت برا. عشان كده الغورة كلها بتاعت الجزيرة تتوحد، والرهيفة تتقد، والحشاش يبلى شبكته. والله لو ما عندك سلاح، شفت من عربات ومواطر دي بتغنم، قسما بالله تغنم من عربات ومواطر. عندك المناتوف ده جهزوا، المناتوف ده أقوى، شفت من شفت المناتوف ده لو دخلوا الحلة والله بريحك راحة مالي. تكينا المناتوف، جهزوا المناتوف فوق البيوت كلها، رئيس البيوت كلها شباب بمناتوفات. بس ما تشوفوا جاي العربية أجح فيها مناتوف واحد، وتاني يقول لا دنيا زايدة. أصله ما تشتغلوا بس مناتوفات. الليامات دي، الليامات دي المناتوف، الناس تشتغل كده. حتى الغرة الناس من الآن اللي عندها شوية بتاعت وقود بيجاي بالعربات بيجاي تطلع تجيب طوالة تشتغل، تعمل اثنين ثلاثة هنا، أربعة هنا، خمسة هنا، ستة، الحلة تكون مليانة. لو جاتكم 100 عربية وانتوا عندكم 100 قارورة مناتوف واقفين معاهم، كل زول خدتها في جيبه، وعندكم لحظة واحدة كلكم اتفقتوا وقلتوا بسم الله وفكيتوها فيها، اقسم بربي الذي خلقني تقلبوها رماد، والله تقلبوها رماد. ودي الحقيقة، ما في الناس كلها تكون عاملة. الواحد يفكر، الواحد يكون عندكم خطط، تفكروا كيف الناس لو جوكم كمية تعملوا شنو؟ نودون وين؟ نخلون يطلعوا به وين؟ عشان نعمل لهم كمين به هنا، عشان نردوهم مناتوفات، عشان كده الناس تفكر. ما تقعد بس جونا ما جونا، جونا ما جونا، لا، انت تخليهم يمشوا بالحته اللي انت دايره، المكان اللي انت دايره تخلي لهم، تخلي لهم منطقه ميته انت دايرهم يدخلوا بها، وتكون عامل لهم فيها شرك، عامل لهم فيها كمين. ما تقعد بس هاي بس حارسينهم، لا، تفكر، تبدع، تبدع كيف يموت الزول ده، كيف تبدع، كيف تشويه، تبدع كيف تودي له ربه، تبدع. الغورة كلها تتوحد، الغورة كلها تقيف. الان الناس دي شويه حبه ما عندهم حاجه، لا حول لهم ولا قوه،
والغطاء اللي كان عندهم انا قلت لك انكشف ما في حاجه. الغطاء اللي كان عندهم ما في حاجه. هسه الطيران والله شغال ما شاء الله تبارك الله. قسما بالله شغل عنيف وشغل بفهم وشغل ما فيه جلا وما جلا ومشى وجبعت. لا والله العظيم بيحكوا لك مثل المجلد دي حكايه بطاله. حكايه صعبه صعبه ما بتتقابل. ما بتتقابل امس بحري وين بحري ما ضربت امس. وين قول لي حته في بحر امس ما ضربت. قول لي مكان امس في بحري ما انضرب طيران. قول ما في. امس بحري دي تحديد الكل ودمر. يعني في شغل في حاجه كويسه ماشيين عليها باذن الواحد الاحد. نمشي يا جماعه لام درمان. ام درمان دي تكلمنا فيها كثير. واحنا انا عندي ثقه. لا بدافع عن زول ولا بجامل زول. قبل ايام كانت في راجمه بتضرب. اول امس الراجمه انضربت امس اليوم كله ما في تدوين ما في اي حاجه. الليله التدوين بدا. واحد بيقول لك والله شير يا جماعه شير يا جماعه الراجمه انضربت. اقسم بالله بكون شغال فجاه البتاع بيقطع وتاني الناس شغالين بلاغات ما طبيعيه. حتى التلفون ذاته بقى حكايته بطاله مع الناس دي. فالراجمه انضربت يا ناس ام درمان، لكن ديل بيجيبوا ثاني راجمه في نفس المكان اللي اتضرب. ليه؟ لانه دي وظيفتهم انت ما تعيش في امن وامان. انه الناس ما تقول ام درمان امنه. انه الناس ما تقول الحياه طبيعيه، بس دي مشكلتهم. امانك انت بيجي بتين، امان ناس ام درمان بيجي بتين. امان ام درمان دي الطبيعي الامان الطبيعي اللي انت دايره والامان الامان الدائم مجرد ما الجيش نزل بحري. مجرد ما الجيش انتشر في بحري وتحررت بحري هنا ام درمان امنه. ام درمان امنه. يعني انا اقول لك شنو اكثر من كده؟ دي الحقيقه لانه الناس ديل الليله ضرب بيضربوا هسه المدفع حيكون انضرب وحيضربوا الراجمه دي حيضربوها. انا متاكد حيضربوها. لكن حيجيبوا هناك لا حيجيبوا ثاني واحد. ليه؟ لانه ده وظيفته. انه الناس دي اللي هناك ديل ما يعيشوا في امن وامان. انه الناس اللي قطع البحر ديل وظيفتك انه الناس ديل تزعزع امنهم. يبي راجمه نجيب لك انتهت نجيب المدفع انتهى نجيب الدانات بس يزعزعوا امنك. يزعزعوا امنك عشان يقولوا شنو؟ عشان يقولوا جنجويد بيضرب ولسه لا ما عنده حاجه. جنجويد ما عنده حاجة ما عنده حاجة. نحن ال 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 الانتشار بتاع جيشنا في بحري بيعمل لنا ام درمان بيعمل لنا ام درمان. وحتى تحرير الباقي من ام درمان بيعمل ام درمان نوعا ما. يعني مفروض ظافر اللواء ظافر شايفه قبل يومين ماشي يزور جمك هناك ومبسوط ويضحك. بتضحك على شنو؟ أنا لا رضا لك يا ظافر. بتضحك على شنو؟ أقسم بالله هبالة وعباطة وعوارة. يا أخي أقسم بالله أنا احتقرتك احتقار من الله خلق. أقسم بالله أنا بعدك الآن أوسخ من حميدتي. أقسم بالله يا ظافر أنت الآن أوسخ من حميدتي. يا أخي أنت زور رمة. أقسم بالله رمة. ماسك وتضحك وتحصر في يدك. ده شنو ده؟ ده شنو الهبل والعباطه والنتانه والوساخه؟ يا اخي انت رابط لابس لك شرف دوله. يا اخي في ضباط بيموتوا كل يوم. في ضباط بيموتوا يا اخي. يا اخي انت غبي. انت زول بليد. انت زول متخلف. انت انا ما بعرفك وصلت اللواء دي كيف؟ اللواء دي الدوك لا كيف؟ اللواء اللابسه دي لابسه من وين جبتها؟ يا اخي انا ما لاقاني لواء تافه زيك كده يا اخي. يا اخي انت زول تافي. اقسم بالله العلي العظيم انت زول تافي. يا اخي الضباط بيموتوا وبيستشهدوا وانت ماسك ليل وتضحك وتتعصر زيك وزي الهناية. انت زول قبي زول عبيط ما عندك اخلاق ولا عندك دين ولا عندك نخوة ولا عندك رجالة. انت ضابط فاشل. انت ما تصلح والله تكون عسكري. ناهيك من تكون لواء. انت بتستفز الشعب السوداني.
انت بتستفيد على البلد دي حقتك ولا حقت ابوك؟ قسما بالله العظيم ما نخليك. انت لو فيك فرح وراجل خلي الزيارات دي. انا مش امن ام درمان ومش امن الصالحه. انا مش امين قاعد تضحك زي اختك كده. قسما بالله العظيم ناخدها من حباب عينيك. الواحد لافي والصايع وعداه ضحك والضباط بيموتوا والعساكر بيستشهدوا. والعساكر لافين استشهدوا وانت امثالك حي قاعد تدس من خندق لخندق. وفي النهاية عدى لي زيارات وقاعد وتضحك اللي ضحكك شنو؟ فرحنا معك كلكلوك همزوك بتضحك مالك؟ بتضحك مالك يا اخي؟ والله سبحان الله ناس لغمان استشهدوا وناس ايوب استشهدوا يقعد لنا العرر والخنايت والرمم. استشهدوا الاسود يقعد لنا العرر قاعدين لنا. سبحان الله استشهد ياسر الاسد ويقعد لنا عرر. يقعدوا لنا عرر قاعدين لنا عرر يقعد يضحك. والبلد يا ريت لو انت امنت البلد ويا ريت لو حررت باقي البلد ويا ريت لو وسع ام درمان بتنعم بالامن والامان ويا ريت لو شايف شغلك اضحك زي ما داير. لكن انت ما عامل اي حاجه قعدتك زي عدم قعدتك. والله خساره على الجيش وخساره على الدوله السودانيه وخساره على العسكريه. قسما بالله خساره على العسكريه. خساره عديل كده على العسكريه. بتضحك مالك؟ المضحكك شنو؟ نحن ما قادرين نضحك في بيوتنا. حزنانين على اخواننا اللي بيستشهدوا في الشوارع والكفوف اللي بتحصل. انت ما هميك الكفه اللي الدوله الضابط الرائد الارجل منك ده؟ ما هماك الكفه اللي الدوله محمد صديق الارجل منك ده؟ قاعد تضحك ولافي وتبسم. في شنو بتبسموا ليه؟ في شنو بتبسموا ليه؟ متبسم مالك؟ ده وقت بتاع ضحك؟ ده وقت بتاع ضحك وتعصر؟ ده وقت بتاع ضحك وزيارات؟ زول فاشل؟ زول فاسد؟ عمرك ما كنت راجل ولا حتكون راجل. عمرك ما كنت يا اخي. الغايد العام الغايد العام الغايد العام جاي وشه مخطوف سبع الوان زعلان. الغايد العام جاي زعلان وشه مخطوف سبع الوان زعلان. زعلان جاي من بورسودان زعلان على الناس اللي استشهد الدين. جاي زعلان على الناس اللي استشهد الدين وعلى الكف. حارقوا الكف اكثر من احتمال الاستشهاد. انت ما حارقك الكف ولا حارقك الاستشهاد. جاي لافي وماشي في زيارات وتضحك وتضحك فوقهم. البضحك شنو؟ ما نحن دارين نضحك كلنا. ما انت غايد دارين نضحك. اما انت مدروان خلاص وصلت حد الطمانينه. خلاص قفلت ام درمان حررت باقي الفتيحات والمربعات وحررت الصالحه. خلاص عملت شنو انت عشان انت تضحك ولافي وماشي الزور وتتعصر؟ في شنو يا اخي؟ اخجل اقسم بالله اخجل اخجل اقسم بالله اخجل. قسما بالله لو انا مزول من الجيش قسما بالله اجردك من رتبتك ومش عسكري ذاته ما اديك ليها. قسما بالله لو مزول من الجيش ما البسك الكاكيد اليوم الله واطلع منك واقول لك يلا يا اخي. انت لا بهمك زول مات ولا بهمك مواطن مات ولا بهمك مواطنين ولا بهمك اي حاجه وجاي بعد خلاص فتحوا لك الطريق بدل تشتغل شغل عسكريه دارت تعدي لنا زيارات اجتماعيه. دارت تعدي لنا مشي ورا ماشي وجاي وجايين وماشي وتضحك وتتعصب في شنو بكلكل فيك كان؟ بيعمل لك في شنو؟ تضحك كده. ما ضحكنا معك؟ ضحكنا معك عشان احنا كلنا دارين نضحك. شعب السودان ثلاثة يوم اقسم بالله في ناس ما نامت. في ناس والله العظيم من الحصل لمحمد صديق والحصل للرايد ده في ناس ما نامت. والله الناس زعلانة والله دار تموت والله دارة الشقة. دارة الشقة اقسم بالله. الجنود ذاتهم في وشهم زعلانين. الضباط التحت كلهم زعلانين. لما نلقى لي لواء قاعد يضحك وماسك لي يد بتاع الزول هو ذاته نحن شاكين فيه. واضحك بتاع المضحكك شنو؟ بتضحك عشان قتلوا الضباط حقيننا؟ بتضحك عشان عملوا لنا كمين؟ بتضحك عشان ادونا كفوف؟ انا ما ورينا بتضحك لشنو؟
وجايبينك في قناة العربية ومبسوط وضاحك ومدنقر زيك، في شنو؟ في شنو؟ هل مضحكك شنو يا زول؟ هل مضحكك شنو؟ انت الان فتحوا لك الطريق عشان تمش تحرر تشوف الحاصل شنو، عشان تحرر باقي درمان، عشان الناس المساكين اللي بيموتوا كل يوم يومين، استشهدوا ثلاثة، استشهدوا أربعة، مواطنين خمسة، ومواطنين بالدانات، وانت تحت في الخندق متدسي، ما لا قادر تفكر، لا قادر تبتكر، لا قادر تتكلم، لا قادر تقول. حتى المدرمان اللي تحررت دي واللي اتفتحت دي، قسما بالله القرار ما منك، مخالفة التعليمات، مخالفة التعليمات. ولو لا خالفوا تعليمات والله مدرمان دي اليوم الدين ما تتحرر، ليوم الدين ما تتحرر. ودي الحقي هسه طالع وماشي وزاير وفي شنو؟ العيد بكره، العيد في شنو الحاصل شنو؟ عشان احنا نمشي نزور كلنا، مش اداك فاتحة ولا جاب لك حاجة تاني غير اخ؟ معقولة؟ معقولة ضباط استشهدوا قبل ليلتها امس؟ الكلام ده انت يومين من اول امس، والكف ده حرق الدنيا كلها، اقسم بالله يا عساكر ما اكلوا والله. ضباط واحد رايد دفعه جعفر ده يومين ما اكل، زعلان عليه زولو ده، وزعلان عليه الكف اكثر من الاسر حقه. اتواصل معي ست مرات قال لي يا اخي الزول ده ارجل ضابط الله خلقه في التاريخ. الضابط ده قالوا ليه قول كده، قال لهم انتوا بدون تصوير وانا رايد اجي اقول لكم بتصويره وكده ودقوا فيه وممكن يقتلوه يعملوا فيه، برضه ما قالها. وانت ماشي تزور ثاني يوم وزور منه؟ يا ريت لو زرت زول مريض، ولا زرت لك أسرة بتاعت شهيد استشهد، ولا زرت لك أسرة بتاعت ضابط، ولا زرت لك أسرة بتاعت فداي، ولا زرت لك أسرة بتاعت شهداء عندهم ناس استشهد، ولا زرت لك بيت وقعت فيه دانة، ولا زرت لك حاجة. يا ريت لو زرت ده. تقولين البلد دي حقت أبوكم؟ البلد دي حقت أبوكم؟ ما عندك لواء خلاص، البلد دي ما حقت أبوك. احنا ما عندنا لواء ولا عندنا فريق ولا احنا اكبر منك واعلى منك، قسما بالله العظيم اعلى منك. انت لو لواء نحن مشير عديل قافلين. انت زول غبي ما اكثر ولا اقل، انت زول مجنون في راسك، انت زول عندك كك. دي عمايل بتاع الزول عنده كك في راسه، دي عمايل بتاع الزول عنده كك في راسه، كك في راسك كده عديل ما تمام، مخك ما تمام. انت ما وجعك الحاصل ده يا اخي؟ انا قلت لك الغايد العام، الغايد حقك ذاته الفريق البرهان جا من بورسودان زعلان، جا من بورسودان زعلان، شفت وشه كيف؟ شفت زعلته دي؟ كلنا احنا عيننا بس في وشه زعلانين وحاسين بزعلان اكثر من اي وقت. بس زعلان ليه؟ لانه ضابط، بس زعلان للضباط اللي اتكفتوا ديل وقال حجيب التار وقال انت قلت شنو؟ قلت شنو انت؟ ماشي الزاير ليك هناي وماسكينك من يدك وتضحك ولما تتخجى في شنو؟ تتخجى بعدك؟ انا ذات حيرتني والله العظيم، اول مره اشوف ضابط بتخجى كده. يا زول بتتخجى مالك؟ لعبوا لك في عداداتك، لعبوا لك في فيوزاتك، مالك بتتخجى؟ وجقلها قناة العربية كبيرة جايبين عليك والفيديو ماشي وتخجى الكتف، الكتف لما نطلع عليه فوق يا اخي معقولة؟ المفرح كده يا اخي فرح الأمة السودانية اللي ما قاعد تنوم دي. يا اخ فرحنا، اقسم بالله العظيم احنا الاكل ده ما ذوقنا الا يوم المصفد انجغام،
شفت يوم المصفى الطيران ده لبع المصفى واحنا شفنا ديل وشفناهم بيتوجعوا في الصفحات، احنا يا دوب كده بدينا نبرد. دي حالتنا المعساكر، الشعب سايل ميري زعلان على الكف. انت مفروض تكون ولا بتتفاهم، مفروض تكون حركت متحركك بهناك الصالحه دي وانت قدامهم وبالفلينه، ولا لابس رتبه ولا لابس لبسك ده، بس بالفلينه السوداء دي وشايل وماشي قدامهم. بس زعل ساي مفروض تكون دخلت الصالحه. يا اخي انت لا بتزعل ولا بتضايق ولا بتغير ولا اي حاجه، وكمان ماشي وقناة العربية، اها صفقنا لك، عرفناك عرفناك، اها تابع للدويلة، حشنا يعني طوص فيك وفي الدويلة. حتى احنا متابعيننا معاك الحارب دي من اول يوم، ليه اخر يوم احنا متابعيننا معاك تفصيلة تفصيلة، عارفين الخبايا بتاعتها كلها وكل حاجة بكتابة وبيجي اليوم. تقعدنا احنا قاعدين احنا بتفصيلة تفصيلة عايشينها. لو عندك انجاز واحد بيغفر ليك نقول، لكن اقسم بالله ما عندك انجاز واحد يغفر ليك ويخليك في الرتبه دي، قسما بالله العظيم. انت المفروض تنزل قبل الحرب بسنه، لو انا بعلم الغيب انزل قبل الحرب دي بسنه. الان ام درمان حرروا عليك الرجال وجابوا عليك الرجال وفتحوا لك الطريق الرجال وقال لك هاك تعال، انت عملت شنو في ام درمان؟ ام درمان عمنت ام درمان؟ عملت لك خطة أمنية لام درمان؟ عملت لك حاجة لام درمان؟ سويت شنو ام درمان؟ كنا محاصرين، فكوا لك الحصار لك 4 شهور وجابوا لك الأكل وجابوا لك الشراب وجابوا لك التشوين وجابوا لك الرجال وجابوا لك أي حاجة، عملت شنو؟ وين وين؟ أدينا أفكارك اللي نزلتها، ما عندك أي حاجة. للآن المهندسين بتضرب بالدانات والناس بتموت. للآن المهندسين بتضرب بالدانات. للآن ما قادر توقف الدانات عن سلاح المهندسين وعن المناطق اللي حوالينهم. للآن ما عندك خطة أمنية واضحة الملامح. للآن ما عندك أي حاجة، وفي النهاية بعد الاستشهاد بتاع الناس زعلان، الشعب زعلان، فجأة نلقى زول طلع من الاحتكاف حقه. مشى وين؟ مشى زعلان، مشى فوق ده والد سيدنا يجيب لي كتايب وزعلان ماشي ينتقم للعساكر ديل وللضباط ديل. مشى بورسودان للبرهان يدق له تحية يقول لي هذول أنا داير أحرر البلد دي أنا ما بقعد كده. لا لا، مشى لواحد ذاته والناس الشعب السوداني كله بيكرهه وقاعد يتصور معه بفيديو وجابوا لك في قناة العربية وداك عاصر يده وده بيضحك وبيتخجى. والله عيب في حقك. عشان كده بنطالب القائد العام انه الزول ده ينزل الزول ده لسوء السلوك. قسما بالله لسوء السلوك والاستهتار بالعسكريه والاستهتار بالشهداء. الاستهتار بالشهداء والاستهتار بالجيش والاستهتار بالمواطن. نطالب القائد العام انه ينزل ظافر يوديه يخليه يقعد في بيته. يجيب ليه زول غايد لسلاح المهندسين، سلاح المهندسين قال داير غايد. ما داير ليه أرقوس، داير ليه غايد. سلاح المهندسين محتاج لغايد يا الفريق برهان. سلاح المهندسين محتاج لغايد. ما محتاج لأرقوس بضحك الناس. ما محتاج لأرقوس بضحك الناس. دي الحقيقة. لانه ظافر استهتر بالشهداء، استهتر بالعسكريه، استهتر بالجيش اللي حصل له كمين في الجيلي، استهتر بالناس دي كلهم ظافر. ودي الحقيقه. عشان كده رسالتنا ظافر ده ما داري انه في المهندسين. شوف لنا ضابط كده عنده قلب وطني بيغير على وطنه، بيغير على عرضه، بيغير على شرفه، جيبه خطه في المهندسين افضل من الزول ده. وديه خليه يشتغل حوار هناك مع الزول ده، خليه يلبس الجلابيه الثانيه ويشتغل معاه، افضل ليه، افضل لنا احنا ما دارينه. لانه عمل زي ده ما بيعملوا ليوا. لو ليوا عمل كده واستهتر، العساكر يعملوا شنو؟ الضباط الصغار يعملوا شنو؟
وكده الغايد بيعمل كده. الناس كلها في السودان الان على قلبي رجل واحد، ان نديك لا من الاخر. الشعب الان في كل السودان بيزعل عن الفاشر، بيزعل عن بابا نوسى، لو حصل حاجه هناك بيتضايق، لو حصل اي حاجه ناس الفاشر، لو حصل حاجه في الجزيره بيتضايقوا. كل الناس كلها كده شايله هم بعض. لما تلقى ناس زي ديل ولاسين شرف الدوله السودانيه وهم بيضحكوا بيستهتروا، اذا هنا في مشكله. اذا هنا 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 في مشكله كبيره، قسما بالله هنا في مشكله كبيره. خلاص هنا في مشكله كبيره. لما تلقى زي ديل بيضحك وبيستهتر معناتها في مشكله هنا. الشعب يعمل شنو كده بيستهتر في ضابط زيه بيقدم روحه كرمال الوطن، طلع في مهمة رسمية قاعد حارس الوطن بهناك لما ما بهمه ولا بيزعل وقاعد عديها قرقرة وتخجخج. ده يسموه شنو؟ ده يسموه شنو؟ في عندكم يسموه شنو؟ ونحن دارين ليسي. عشان كده ظافر ده ما دايرينه ولا طايقينه. ظافر ده ما عنده أي حاجة يقدمها للجيش. ظافر ده الآن خصم على الجيش. ظافر ده خصم على الشهداء حقيننا. ظافر ده خصم على الوطن. الآن إحنا ما دايرينه. عديل ما دايرين ظافر. لأنه الآن ظافر استفز الشعب السوداني. استفز الشهداء. استفز الأسر بتاعت الشهداء. استفز الضباط الماسورين ديل. ظافر استفزهم. يضحك في شنو؟ البلد الان ناقص الله ضحك، الناس كلها مؤلمه وكلها مكلومه، يا اخي احنا في الجروبات. اقسم بالله قبل ايام واحد عمل ساي الوش بتاع اضحكني، انا شلته من الجروب برا. بس عمل اضحكني، شلته من الجروب، قسما بالله العلي العظيم. عمل اضحكني ساي، شلته، قلت له ده وقت ضحك. احنا قاعدين هنا في شنو؟ كلكله في شنو؟ ما في حاجه، بيضحك. الناس كلها زعلانه. الناس كلها شايلها. اللي بيضحكك شنو؟ اللي بيضحكك شنو الان؟ عشان كده لازم في حاجات لازم تحصل. الشغل اللي بيحصل في الطيران الان والنظافه اللي بتحصل المفروض تحصل في قيادات الحاميات وقيادات الاسلحه. اي زول حوالينا شكك، حتى لو انت شايفه كويس، طالما حوالينه لغط وحوالينه شكك شيله، جيب الثاني. اي زول اتعين زمانك قبل 2019 كان شيله، جيب واحد جديد الان اكتوى بالنار وعارف. عشان انت تامن البلد وتقفله من الداخل لازم تعمل تغيير. لازم تعمل تغيير. لازم الان تغير. ما تخلي زول قاعد سنتين ثلاثه اربعه له خمسه سته سنه قاعد لك في حته، ما تخلي. لازم الان تغير. لازم الان تبدل. لازم اي زول ما تشال برا. دي الحقيقه. الان في شغل في الطيران لانه في لانه في حاجات حاصله. في حاجات حاصله في الطيران وفي شغل نجيط، ما في شغلنا. احنا دارين الشغل اللي بيحصل الان في الطيران يحصل في جميع الوحدات العسكريه. يحصل في جميع الوحدات العسكريه. وفي جميع الحاميات، في جميع المناطق وقيادات المناطق العسكرية. لازم خلاص جيب دماء جديدة، جيب ناس، جيب عندك الجيش مليان، حول جيش ولادة، حول جيش ولادة، اديهم راحة عشان انت كده تكون مطمئن. لكن انت لما تخلي لك واحد ستة سبعة والله العظيم ما بسخ فيه، اصله ما بسخ فيه. لازم تعمل تغيير. لازم. وهم تغيير بتاع سلاح المهندسين. لأنه ده ما عمل أي حاجة، والله هذاك نصر الدين بدون بيعزل بأي حاجة، والله شغال شغل جن. قسما بالله أسد. هيبة كده نصر الدين يجيب كده هيبة. هيبة عديل. هيبة بس. تقول ده خلاص يا هو ما في. أقسم بالله العظيم. لكن يجيك واحد يتخجى كله، فيش ده.
اقسم بالله العظيم منظر قبيح. تشنو تشنو ده؟ الله يدي العافيه. نمشي لاخر حاجه يا جماعه. بالنسبه لي الليله ظهر المبعوث الامريكي، مش المبعوث، وزير الخارجيه الامريكي في تصريح جابوه في صحيفه السوداني. ظهر قال شنو؟ قال لك لازم الناس تمشي لجده ولازم تمشي للسلام لجده. خلاص الناس زي اللي تضايقوا، الناس زي قدر ما يصلوا حته خلاص يبقوا بزيت المصافي، لازم البرة يتدخل. لازم البر يتدخل، الان الناس زي ماشيين خلاص للنهايات، ماشيين ماشيين ماشيين، لا عندهم تسليح، لا عندهم تشوين، لا عندهم حاجه. الناس زي كملانين خلصانين. ظهور وزير الخارجيه الامريكي بلينكن وقال الكلام ده معناته شنو؟ معناته الناس زي خلاص الحمدوك اتدخل، الدويله اتدخلت، الحق لينا بجده، انجدنا بجده، الحقنا بجده. عشان كده نحن مفروض نجيف ألف أحمر ونقول للغايد العام دي فرصتنا كشعب سوداني أننا ننتصر، وفرصة الجيش أنه ينتصر. أي جدة لو قالوا بيطلعوا من البيوت إحنا رافضين، لو قالوا بدينا بده أي مواطن سوداني 100 مليار إحنا رافضين، لو قالوا بعوضونا وبيبنوا لنا بيوتنا نحن رافضين، لو قالوا بيعملوا أي حاجة نحن رافضين. الحاجة الوحيدة اللي احنا دايرينا الناس دي تسلم نفسها، وطوالي وقتي بعد 5 دقائق من التسليم قدام عيننا يشوفونا بعدوهم وما دايرين نشوفهم في السودان. هل العالم بيقدر يعمل لنا الكلام ده؟ احنا موافقين، ما بيقدر يعمل لنا الكلام ده، الكلام ده بنعمله نحن، احنا ما احنا تعبنا ما تعبنا ما يخصكم. احنا في النهايه صابرين، صابرين على شنو؟ على انه تيجي تمشي جده، على اساس انه تجيب لي تفاوض، على اساس تقول لي طلعوا وقالوا حيكونوا، انا ديل ما حيكونوا جزء مني في السودان ليوم الله. ولا في قحاطي حيرتضي بيه يكون جوا السودان ده ليوم يبعثون. ولا في قحاطي يوم من الايام حاسمح لا يكون جاري قحاطي. ولا بسمح، كده بس. القحاطي مكانه وين؟ الطبيعي لاي قحاطي مكانه القبر. الآن القحاطي مكانه الطبيعي المفروض يكون قاعد فيه القبر. ده الحق الوحيد حق القحاطي في الحياة، أنه يكون الآن داخل القبر في السودان. لو داير يدفن في السودان يجي يقيموا عليه الحد، لأنه خيانة عظمى، يدوا طلقة في راسه وشكرا جزيلا. لكن ما في سبب يخليني كسوداني بعد الحصل ده وبعد الزلة والإهانة والدمار اللي دمروا فينا والشي اللي عملوا فينا ده كله اجي ارتضي انه بس يطلعوا لي من البيوت. انا القصه بقت ما بين، ولا القصه حاجات قروش، ولا القصه، القصه حاجات جوانا. الحاجات الجوانا دي ما بتجي بفضلي بيتي ولا ادوني قروش، ما بتجي. لو اديتوني مليار مليار انا جواي انكسر ما بيصلح الا الزول ده يتبات. احنا كشعب سوداني جوانا حاجه، الحاجه دي انتوا ما دارين تفهموها ما تفهموها، لكن احنا كشعب سوداني عارفين انها شنو. الناس دي لو ما تمسحوا من على البسيطة وما شفناهم تاني في السودان نحن ما بنرتاح، ولا حنقدر نعيش، ولا حنقدر نكون جزء من السودان. دي الحقيقة. القصة ما قصة انك انت توديني تخد تاني تقول لي والله خلاص وصلنا وفرح الشعب السوداني واخيرا طلعوا. اخيرا طلعوا بعد ما طلعوا روحي، اخيرا طلعوا بعد ما انتهكوا عرضي، اخيرا طلعوا بعد ما دمروا حياتنا، اخيرا طلعوا بعد ما دمروا اجيال اللي قدام. الفائده شنو ثاني من طلوعهم ولا دخولهم؟ احنا ذاته ما دارينا نطلع، احنا دارينا نكونوا قاعدين ويموتوا جوا بيوتنا. احنا دارينا نكونوا قاعدين ويموتوا جوا بيوتنا، عشان التاريخ يشهد ان احنا اخذنا حقنا منهم وجوا البيوت احنا قتلناهم. عشان التاريخ يكتب انه اي بيت فيه جنجويدي ميت، اي شارع فيه جنجويدي ميت، اي زقاق فيه جنجويدي ميت. دارين نطلعهم من البيوت جثث، دخلوها برجولهم يطلعوها بجثث، دنيا زايده. لكن ما بنسمح عشان ما تجونا ولا في حاجه. ما يقول لك والله الحروب بتنتهي، ما في حروب بتنتهي، الحروب بتنتهي دي بين دول،
دولة أبادت هنا ودولة هنا، في النهاية دول حدودية، كل دولة بيحصل بيناتهم وبيعدون بالقانون الدولي كله، لكن دي الناس معانا غدروا بينا، قتلوا أهلنا، اغتصبوا حرائرنا، دمروا حياتنا، دمروا أي حاجة بتدمر عملهم. دير تاني في حكم بيخلوني يقعدوا في الأرض معاي؟ ما في. في قانون بيخلوني يكونوا موجودين في السودان؟ ما في. الناس دي اللي قدرت استعانوا بمرتزقة من برا، جابوا مرتزقة من برا، دمروا بون البلد وعبادوا بون أهلنا وعملوا أي حاجة. الآن في الجزيرة بالدقة بيقولوا خشوا القرية، دارين الدكاترة هنا، الدكاترة هنا يجوا تعالوا يسوقون، يشغلون في بيوتهم، يشغلون يمسحوا، يشغلون يجيبوا الموية، يشغلون يطبخوا. دي الحقيقة يا جماعة. الناس ديل بينتقموا مننا، الناس ديل جواهم حقد وكراهية لينا، الناس ديل ما بشر عشان احنا يوم من الايام نعيشهم. الحرب ما كانت ضد جيش ولا طاق، ولا كانت ضد كيزان، ولا كانت ضد اي، الحرب كانت ضد المواطن السوداني الفقير المسكين، المواطن القاعد في الغرية ما عارف الرئيس منه، ولا عارف اللي بيحكم منه، ولا عارف الحاصل شنو. الحرب كانت ضده، ضد عاداته وتقاليده ودينه ووطنه هويته قروشه اللي اشتغلهم بالحلال، الحرب ضده. لو الحرب دي كانت ضد الجيش احنا ممكن، ما احنا ما عندنا دعوه، في النهايه الجيش لو عفى اللي يحفي ده ضده. لكن الحرب دي ما، وين الجيش؟ الجيش قاعد وين؟ والحرب وين الان؟ الجيش وين؟ الجيش علاقته بالتكين شنو؟ الجيش علاقته بأربج شنو؟ الجيش علاقته بحل العباس شنو؟ الجيش علاقته بكاب الجلاس شنو الان؟ الجيش علاقته بالغوره دي شنو؟ بمركركة شنو؟ الجيش علاقته شنو بمركركة؟ ما عنده علاقه الان. الناس دي الان في بيحاولوا يخشوا مركركة، الان بيحاولوا يخشوا التكينة، الان بيخشوا التكينة يضربوا ناس ويقولون دارين نحميكم، تحمون من منو؟ من منو؟ من نفسكم؟ الناس دي لما كان الجيش قاعد هناك وكانوا ما عندهم حاجة، دارين تحمون من منو؟ المتفلتين، المتفلتين جو عملوا جو معاك انت. الجيش لما قاعد ليه ما في متفلتين؟ ليه ما في حرامية؟ ليه سبب شنو اللي بيخلي ما في حرامية وما في متفلتين؟ ليش معنى المتفلت الآن فيه وضمانك ما في متفلت؟ نحن يعني ما شعبي غبي ولا شعبي عبيط ولا شعبي ساكلكيس، نحن شعبي عاقل وواعي وفاهم وعارفين انتوا بتتكلموا في شنو والسخافة اللي بتقولوا فيها دي شنو. انتوا بالنسبة لنا انتوا أسوأ من الشيطان، الشيطان ذاته انتوا أسوأ منه. بتمشوا للناس احنا دايرين نحميكم من منو تحميهم؟ من نفس، من نفسك، من نفسك انت. احنا ما دارين ولا جدة ولا غير جدة، ولا دارين نقعد، ولا دارين نطلع من البيوت يا برهان. احنا لا دارين نطلع من بيوتنا، ولا دارين يفاوضونا، ولا دارين نقعد مع، ولا دارين نشوفهم في السودان، ولا دارين في السودان. الناس زي بيسرقوا، ما بي الناس زي الان بيستنفروا باسم شنو؟ باسم القبيلة، بيستنفروا باسم القبيلة، الناس دي بيستنفروا باسم القبيلة، دي الحقيقة. الآن بيستنفروا باسم القبيلة. كيف أنا أقبل لي ناس زي ديل تاني معاي في السودان؟ كيف أعيشهم؟ كيف يقعدوا معاي؟ كيف يكونوا جزء؟ كيف ألاقوهم في شارع؟ كيف نقبلهم في مدارسنا؟ وكيف نقبلهم في جامعاتنا؟ وكيف ندخلهم تاني كلية حربية؟ ما في حاجات هنا خلاص تتخطى، لازم هنا الامور بالمسميات. الناس دي لا، حتى الناس اللي فيهم كويسين تاني ممنوع عليهم كلية حربية. ابراهيم جابر ده ينزل كده بس، ده بدون، لكن في مجاملة انزل لانه شبهة. انا ما ده الصح، ابراهيم جابر انزل، طوالي مع السلامة. الناس دي خلاص بالنسبة لنا انتهوا. الناس دي تاني، الناس اللي فيهم هناك وزراعتهم ما عندهم حاجة، لأنه ده ما بنقبله في مجتمعنا السوداني، ما بنقبله. مجرد ما أنت من وين خلاص ده بالنسبة لي قفلت. حتى تقول لي والله لو ادعقت، مين اللي بيسمح كلامك؟ أنا ده ما أشوفه في بلدي تاني. أجي ماشي ألقى ده من وين؟ ما بخليه، ما دي الحقيقة، ما بخليه. معليش انا كنت اخذت لي ناس مئات السنين قاعدين معاك،
جيراننا بياكلوا معانا وبيكياتنا معانا وعارفين ان الناس دي شغالين وعارفين اولادنا دي شغالين في السوق بيبيعوا ومن ما قاموا اولادنا دي ضحوا بالدراسه عشان يشتغلوا. اقسم بالله ضحوا بالدراسه عشان يشتغلوا وعملوا ما شاء الله قروش وعملوا هناك وعارفين انهم اول ما جت جنجويد الناس اللي قاعدين معانا ديل وعايشين معانا واحنا محترمينهم ومن القبيله دي اول ناس مش ودوا الناس دي اللي هنا ومعاون واصحابهم وبياكلوا معاون وبينا ودوهم وشالوا قروشهم قال لهم دي بتاعت فلول. تفتكر اجي تاني تقول لي ده يقعد جارب؟ ما برضى ولا حاقبل ولا حارتضي بنهاية لانه ده بقى ما مامون. احنا جربناه قدام عيننا بيان بالعمل بيان بالعمل جربناه قدام عيننا. عشان كده ما في احنا لا دارين جدة ولا دارين مبدة. في حاجة اسمها بل وفي حاجة اسمها دبل له وتلت له عندكم اعملوها. احنا كرامتنا والله العظيم ما قالوا عليك يا برهان سمعتها. قال لك يا برهان الشعب تهان. سمعتوا الهتاف ولا ما سمعتوا؟ يا برهان الشعب تهان. الإهانة دي بجواب يتفاوض. العزة والكرامة بتجي بيتفاوض. يا تتفاوض جاب لي عزة وكرامة. يا تتفاوض رجع لي حقي. حقي المعنوي المادي ده ما دايره ولا السوداني حشمان في حاجة. والله إن كنت الواطة دي ما داري لنا ريال من زول. والله نقعد في الخيام ما داري لنا هلله من بني ادم ولا دارين سوداننا ده فيه ذهب فيه خير فيه اي حاجه بنشتغل. والله نبدا من الصفر ثاني وثاني نعمل ما همنا. لكن الجوان اللي كسر الجوان السودان تهان يا برهان ده المفروض تخطها شعار وتشتغل على اساسه. سودان تهان والسودان الزل والسودان الان لا حول له ولا قوه. يعني جددي حزيد الاهانه وحزيد الذله وحتكرسها كمان. حنكون طول عمرنا مهانين ومذلولين وما حنقدر نرفع راسنا ليوم الدين. الحاجه الوحيده اللي بتجيب لنا الكلام ده كله الانتصار بتاعك انت كجيش سوداني يا هو الانتصار اللي بيشفيني والانتصار اللي بيرفع راسي والانتصار اللي بيخليني اعيش بكرامه وبشرف واللي بيخليني اعيش كسوداني محترم. خلاف الكلام ده ما في حاجة اسمها جدة ولا سفير ولا أمريكا ولا أمريكا الآن عندها صوت علينا ولا أمريكا دايريننا ولا دايرين علاقات مع أمريكا. علاقاتك مفروض تكون مع روسيا والكلام انتهى. قصة والكلام انتهى. قفل واحتفل. ما دايرين كلام أكتر من كده. ولا نحن بنأيد جدة ولا حنأيد اليوم الدين ولا إلا حرب تنتهي بالتفاوض. دي ما حرب. اللي حصل عندنا ده ما حرب. ده انتقام. ده انتقام. لو الحرب ما كده ما في حرب كده. شوف الحروب كلها ما بتلقى حرب بالشكل دي. ده اسمه انتقام. والانتقام معروف لازم تعمل شيء. لكن ما في انتقام بيمشوا له في جدة ولا في انتقام بيمشوا له يمشوا يقعدوا له عشان شنو؟ عشان شنو نعيش لشنو يعني؟ نعيش بدون كرامة وبدون عيش لشنو يعني؟ عشان شنو؟ عشان مجتمع دولي طص طص في أي مجتمع دولي وطص في أي زول. حرب دي ميدان يعني ميدان شاء من شاء أبا من أبا ميدان. العجب وعجب والما عجبه يمشي يشرب من البحر. احنا شعب سوداني ميدان بس تنتهي بعد سنة ما همانا مئة سنة ما همانا لكن ننتصر ننتصر بس. الله يديكم الصحة ويديكم العافية.